يكافح رجال الإطفاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة حرائق غابات متعددة، حيث اشتعلت ظروف الجفاف الشديد والرياح العاتية ألسنة لها في أريزونا إلى فلوريدا، بما في ذلك حريق في ريف جنوب غرب نبراسكا أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة ما لا يقل عن 15 من رجال الإطفاء وتدمير 6 منازل على الأقل.